النجمة سابين، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. مرسي، أهلا وسهلا فيكم. وين نحن هلأ؟ نحن هون موجودين عند الفوتوغرافر كريم بدر، عم نبلش نحضر للألبوم، ألبوم كوفر والصور جوا كيف حيكونوا بالألبوم وشو الفكرة. كتير مبسوطة وكتير محمسة لأنه فكرة أكيد جديدة وحلوة وفكرة بتشبهني. عم يجيك كتير مسجز من الجمهور على الانترنت عم بيطالبوك بالألبوم، عم بقولوا كتير ناطرين على حرم الجمر، قديش هذا الشيء بيسعدك؟ كتير أكيد بنبسط، حلو إنه الناس يكونوا ناطرين شيء، شيء يعني غنية جديدة أو كليب جديد أو شو ما كان من الفنان اللي هن بيحبوه. هذا دليل إنه عم بيتابعوا، ولهلأ صاروا حابين كل السينجلز اللي نزلتهم لألون، وأغاني حلوة. بس أنا اللي مبسوطة فيه هو مش بس إنه الفانز بيقولوا لي هالشي، حتى أهل الصحافة دايما بيسألوني أو على تويتر أو وين ما كان على التليفون إنه إمتى ننزل هالألبوم بدنا نسمعه. أكيد كتير مبسوطة، هيدا شي كتير إيجابي، وأنا بوعد الناس كلها إنه الألبوم حيكون من أجمل الأغاني حيسمعوها، ورح ينزل كتير قريبا، وفي من كل شي، في الشعب المصري، في اللبناني، في الرومانس، في الدانس، في من كل شيء، شيء بيشبهني والمواضيع كمان كتير حلوة وقريبة لكل الناس، مواضيع جديدة مثل ما عودت الناس دايما، في مواضيع كتير جديدة حتى إذا هي رومانس بس الموضوع بيكون جديد، وحتى إذا دانس كمان الموضوع جديد، والشعب كمان ولا أروع. فكتير كتير محمسة، قد ما أنا عم بسمع هالأغاني قد ما أنا مغرومة فيهم، وقد ما عم بتخيل الناس قد هن حيكونوا مبسوطين بهالأغاني. كنت كتير حريصة أنه نقي كل غنية تكون هيت الألبوم، يعني عم نحكي بين 13 و14 غنية، بعد في غنية واحدة بصدى التحضير، فبدي أشوف إذا عجبتنا على الآخر تأخذها. بس كل غنية نشغل عليها كتير، وأوقات حتى كنا نعيد بركي في يكون الكلام أو التوزيع أو اللحن، دايما كان في تعديل لأنه كتير حريصة أنه الناس تعشق الغنية وتحس أنه إنها هيت، وتحس حالها أنه فيها تكون كيف يقولوا، يعني يحسوا بالكلام ويحسوها قريبة منهم. سابين، حضرتك أنيقة بتحب الموضة والتابعية، هالموضوع على الماركات العالمية بيأثر فيك أو بتلبسي حياة لشي، بس المهم يكون مرتب ولابق عليك. أنا مش بس بحب الموضة، أنا عندي غرام للموضة لدرجة أنه I love to be a fashionista or a fashion icon to my fans. أكيد بحب كتير الموضة، حتى من قبل ما، حتى إذا كنت طالعة التلفزيون أو لا، حتى أنا بأيام العادية كتير كتير بحب هيدا الشيء. يعني إذا بتشوف صوري نزلتهم أنا على إنستغرام من أنا وصغيرة، بتحس من أنا وصغيرة بحب أشبه ستار. فوقت بلشت بالفن حسيت مثل كأنه أهين لإلي إنه أعمل اللي بدي وألبس كيف ما بدي، وبنبسط إنه في كتير عم بيلبسوا مثلي كمان وعم بيصيروا مثلي، فبحب بنبسط عم بلبس شيء بيشبهني لأنه شكلي أنا تيبي بين أوروبي وعربية بنفس الوقت، فعفيني أخلط قد ما فيني وفيني أعمل اللي بدي. البراندز أكيد الماركات بتهمني مثل كل بنت، بس ما بركز عليها كتير لأنه أنا بالنهاية عم بغني لناس وعندي الفانز تبعولي. كتير بحب إذا بدون يتمثلوا بشخص وبيشوفوه آيدل، كتير مهم إنه يقدروا يكونوا مثله، ما لازم تصعب كتير هيدا الشيء. حلو أوقات تحط براندز إذا بدك، بس حلو كمان إنك تكون كرياتيف. يعني أنا بالنسبة لي إنه حدا يكون على الموضة مش معناته إنه هو بيكون كرياتيف، كرياتيف هي هالموضة، إنك أنت تخترع موضة لحالك لأنك تكون تلبس مثلك مثل غيرك. يعني أنت منك you're not a fashionista، مش إذا اليوم موضة تكون شيء وأنا لبستها يعني أنا صرت على الموضة أو صرت فاشينيستا. لا، فاشينيستا أن أنت يكون عندك الستيل لإلك الخاص، شكله ديجا لحاله في يكون في حدا بيشبهني، بس هو لحاله حلو الناس أنه يقدروا يكونوا مثله، حلو أنه حدا يشقر حاله، حلو أنه حدا يقدر يحط لانسز، حلو أنه حدا يقدر يلبس مثلي. هيدا أنك تكون ايدل وفاشينيستا ليور فانز. فأكيد بحب إنه يتمثلوا فيني وبحب إنه يكونوا مثلي لأنه كلنا هيك، حتى من أنا من زمان كان عندي إن آيدل كنت أطلع فيها، يلي هي صباح إذا حتسألني.
خلينا ننتقل هلا لحياتك العاطفيه الغامضه والبعيده عن اهل الصحافه. هل قلبها لسمين عم بدق حاليا؟ لا قلبي ما عم بدق وصار له زمان ما دق، بس تقلك شيء بحس ما بحب كتير انا هلا غير انه ركز على شغلي، وهيدا الشيء الوحيد بحس انه قد ما عم بعطيه قد ما عم بيعطيني بعد، مش معناته الغرام ما حيعطيك، بس ما فينا انا اقسم حالي بالنص وركز على الغرام وركز على شغلي بنفس الوقت، لانه عندي مغرومه بشغلي. ف هلا ما في شيء، بس اكيد وقت انقي غنيه اوقات بتخيل شخص براسي او بتخيل ظرف صار معي او مع غيري، بتذكر الخبريه او بتذكر شيء بهالطريقه انا فيني نقي غنيه، وبهالطريقه فيني غني اذا كنت غنيه رومانسيه باحساس او غنيه شعبيه هيك بهضامه. ما فيني نقي اذا انا ما حبيت قبل او اذا ما كنت حساسه كانسانه غير انه كفنانه. فانا هلا ما عم فكر بهالموضوع اصلا، ما في بحس هلا وقت انه اذا صارت اكيد اذا صارت اكيد بنبسط يعني، بس مهم ما تاخذ كثير من حياتي الفنية يلي هي عن جد عم بعطيها كل وقتي وللناس، لأنه يعني أنا هيدا أكتر شي بهمني بحياتي. سابين المونديال على الأبواب، كل العالم بتحب تعرف سابين مين بتشجع؟ أنا بشجع فرنسا، وربحت أصلاً هي البلد ربح بال98، بقى أكيد بشجع النجمة سابين. شكرا لك على هيدا المقابلة، شو بتحب تتوجه بكلمة أخيرة عبر كاميرا ميوزيك نيشن؟ بدي لكم thank you كتير ومرسي دايما على إصراركم تعرفوا شو عم بحضر، وعلى محبتكم لإلي. وبس بدي أقول لكل متابعي Music Nation إنه انتظروني قريبا بشغل كتير حلو وأغاني كتير حلوة، وبحبكم كتير، وأنا سابين.